الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المحاضرة 11، الصلاة بعد التطهر. الصلاة بعد التطهر من المستحبات أن الإنسان إذا اغتسل أو توضأ أن يصلي بعده ركعتين لله تعالى وأكثر. لماذا؟ لكثرة الثواب في الصلاة. استكثروا من الصلاة فإنها خير موضوع، كما قال صلى الله عليه وسلم، ولأن فيها أصول التعبد من قراءة القرآن وذكر الله وتعظيمه وإذلال النفس لله سبحانه وتعالى من خضوع وانكسار وافتقار وإخبات وخشوع لله رب العالمين. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله تعالى عنه فيما أورد البخاري ومسلم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إيه أفضل عمل تظن إن ربنا سبحانه وتعالى قبله منك؟ قال ثم قال النبي: إني سمعت دفن عليك، دفن عليك يعني الحركة الخفيفة بين يدي في الجنة، أمامي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، اغتسل أو توضأ في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. سيدنا بلال منهجيته أنه دائما بيكون على طهارة، وإذا توضأ أو اغتسل يصلي بعدها ما شاء الله له أن يصلي ركعتين أو ما شاء. عقبة بن عامر فيما روى مسلم وأبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليها إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة.